نطول على الاخر. لا طول بالك شغلك. طول بالك يا ريس، احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم قوم يا فجري. خد ايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين انا مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كك حش وسطك يا مرات خالي. اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا، هتبوق لنا كمان. يا ولية يا عيني يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خلقك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. ما تشد حيلك امال يا حسن. ايه شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح دي؟ عايز تشيل ايه امال؟ بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا عم، شيل يا عم. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يا عم، يلا شيل. ايه يا ولد خمة فنك. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني. اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كبدأ في تنيتك وانت زي البغل كده، كتحش وسطك. بقول لك ايه يا حسن؟ ايه ايوه يا خال، انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاقي ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع عايزهم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي، حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوة ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. We'll be right back.
دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام علي ام عادل. حاضر يا خالد. حاضر. العيشة تعرف يا اخي. ما تخليش بالك. هو بني ادم على نياته وشرب المقلب. هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا. شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول أخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم أكل عايزين ياكلوهم من ورايا. أمال إيه اللي إيه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ أيوه. مسكويت. وإيه اللي فوق دي؟ ورقة تواليت. ورقة تلاويت؟ أيوه. بيعملوا بيه إيه دي؟ وإيه الأحمر دي؟ شاي. شاي أم حسن؟ مفيش يا ابني أم حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. مين؟ افتح يا خالد. ايه؟ هو الحي يرجع؟ افتح يا خالد. ما تردش عليه. اهو شام محسن اهو. مش ده شام محسن؟ الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شام محسن؟ هو شام محسن ام حسن عليها ايه؟ طب فزه وبتخمد. انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طهقت. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شام محسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت